كده. طيب عشان نلحق وقتنا الجميل ده خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه ازيك يا اسامه؟ انا زي الفل الحمد لله. عامل ايه؟ مبسوطه اني بكلمك والله خالص. ربنا يخليك. اتعرف بيكي؟ هو انا ينفع اقول اسمي؟ جدا، احنا ورانا غير كده. تمام ماشي. طيب كم سنه؟ 23. 23 سنه. مرتبطه؟ لا بس كنت كنت مخطوبه؟ مرتبطه عاطفيا؟ لا 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 لا, لا. مرتبطه عاطفيا. كان راجل طيب ولا كان واد باد بوي؟ قوي جدا كان طيب قوي جدا. طب ليه حبيبتي سبتيه؟ مش ذنبي للاسف. هحكي لك القصه من الاول. انا كنت مكلمك الاسبوع اللي فات عشان اقول لك اني هقرا فاتحه، دلوقتي بكلمك بقول لك ان كل حاجه انتهت. انها قفلت. ايه؟ انها قفلت، ما بقتش فاتحه. بالظبط بالظبط. كنت انا اتعرفت عليه من سنه. كان معايا في الشغل وكده. راجل كويس جدا 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 في كل حاجه، في كل الصفات وفي كلامه معايا في كل حاجه. بس هو بصراحه دخل البيت من بابه على طول وتقدم، وقعد فتره واترفض. يعني قعد فتره الموضوع واخد فتره جدال كده واترفض. منه اترفض ليه يا بابا؟ لعيلته، بسبب عيلته. قالوا لي ان العيله مش شبهنا وان مش مناسبين وكده، مع ان هم ناس كويسين يعني. بس بصراحه فضل متمسك بيا لابعد الحدود لابعد الحدود، وتقدم اكتر من مره، وكل مره كان بيتقابل بعدم تقدير وباحراج ليه جدا وجاي على كرامته. هل في فرق في المستوى المادي والاجتماعي والثقافي والعلمي ما بينكم؟ لا، الاجتماعي ممكن شويه، هم منغلقين شويه يعني. منغلقين ولا مستوى اجتماعي اقل؟ لا مش اقل. يعني هما متشددين حب. بالظبط. بس وانتوا ناس عيله متفرنجه شويه. بالظبط كده. يس فهمت انا. احنا لايف لافرز، انما الناس الناحيه الثانيه عاملين كده. بالظبط. فدي كان سبب الخلاف، وان هو مش مناسبنا وكده. المهم بعد سنة عملنا قعدة رسمية، قعدة رسمية بين العائلات يعني. كنا قاعدين مرتاحين والقعدة تمام وكله، وخلاص بعد إقناع مني لأهلي إن أنا موافقة وتمام ومتقبلة أي شيء، كنا هنعمل فتحة. بس بعد كده جم في الآخر سألوا ناس تاني عليهم، قالوا إن في حاجة عندهم تأثر علينا إحنا كعيلة، يعني على شغلي بعد كده. أنا لو خدت الشخص ده كان ممكن الحاجة دي تأثر على شغلي بعد كده. فطبعا دي حاجة مش خاصة بالولد، هي حاجة خاصة بحد في العيلة. فطبعا قالوا لي لأ. حد كان متشدد وفي حتة مبعود دلوقتي؟ لا لا لا، مفيش. كان في حصلت مشكلة وأدت زي يعني أدت لحاجات تاني كده. بس نخش سجن. بالظبط. بس المشكلة دي خلصت، وقالوا لي إن الموضوع ده هيأثر. والمشكلة دي كانت مشكلة يعني أخلاقية ولا مشكلة؟ لا مش أخلاقية. توجهات دينية أو كده؟ لا لا مش دينية برضه، هي مشاكل، يعني مشاكل بين عائلات تاني يعني. بس فقالوا لي احنا مش بتوع مشاكل والكلام ده، والموضوع ده مش هينفعنا، وعلى اي وضع انت مش هتاخديه، احنا بنبلغك بالقرار مش بناخد رايك. لان هي دي ما فيش ان احنا ناخد رايك فيها. وانتهت قصه الحب. وانتهت القصه. طبعا انهارت شويه وتعبت شويه من الشخص كويس. كل واحد يجي يقول لي الشخص كويس الشخص كويس، بس العيله مش مناسبه لنا. كنت مكلمك الاسبوع اللي فات اقول لك هل الفرق في العائلات ياثر في الجواز بعد كده والشخص شاريني؟ هقول لك ليه. لان احنا مش في اوروبا. انت مش عايشه في السويد مثلا ولا في النمسا ولا في سويسرا ولا في انجلترا ولا بتاع، تلاقي واحد مثلا بيشتغل بلامر سباك يعني، ومتجوز واحده بتشتغل مهندسه في حته او بتشتغل مثلا في بنك. اوكي. لا احنا عندنا اسر بتتجوز، عائلات بتتجوز. عندنا يا جماعه حاجه انتم ناسيينها خالص. اتفرجوا على افلام الابيض واسود واعرفوا اساس المشكله، جذور المشكله جايه منين.
جذور المشكله جايه من ده ابن حسب ونسب. اظن الكلمه دي لو رنت في ودانكم انتم محدش فكر يحسبها، يقول يعني ابن حسب ونسب. اوكي، يقول لك احنا مناسبين عيله فلان. لما بتقري في النعي في الجورنال قريب ونسيب عائلات فلان وعلان وترتان. الحدوته عندنا نسب، نسب العيله دي مناسبه العيله دي، والعيله دي مناسبه العيله دي، مناسبه مناسبه للعيله، مناسبه مناسبين مع بعض. مع الاسف دي مجتمعاتنا الشرقيه. مجتمعاتنا الشرقيه زي ما يكون زي ما فيها حاجات وحشه بتضرنا، الحاجات الوحشه دي في بعض الاوقات بالنسبه لنا بتبقى حلوه. مع الاسف ان ساعات الحاجه الوحشه في المجتمع الشرقي في لحظه تبقى حلوه لينا واحنا ماسكين فيها، وفي لحظه تبقى ايه ليه كده، ليه احنا كده المجتمعات الشرقيه، يجي الموقف ده معاقتك يا لا الحسب والناس. طب ما انت معاك وضع ومعاقتك وضع ومع فلان وضع ومع علان وضع. مع الاسف احنا بناخد كل الامور باكتر من مقياس. انا سعيد النهارده بالحلقه. عايز اقول بس حاجه لكل الناس اللي متابعينا دلوقتي، رجاء شخصي مني انا لحضراتكم، يعني خليني اقولها لكم بطريقه تانية، رجاء محبه مني لحضراتكم كل الناس اللي قاعده معانا دلوقتي على اللايف، واحنا على ارجوكم الناس اللي مش عامله سبسكرايب للشانل تعمل سبسكرايب للشانل، هتلاقوا تحت كلمه كده سبسكرايب، علشان انا يسعدني ويشرفني ان حضراتكم تكونوا موجودين عندنا في الشانل. وهطلب منكم برضو طلب سخيف نبقى نشير اللينك، علشان هتعبكم يعني، علشان برضو كلمة المنفعة توصل لأكبر عدد من